وينك لهلا؟ كل الشباب مستني فوق. فوت زعماء الكتلة الوطنية التجمع بكرة قدام السرايا بمظاهرات كبيرة من أجل المطالبة بإخلاء جميع المعتقلين السياسيين الموجودين بالقلعة. ومين راح يكون معنا؟ راح يكون معنا عدد كبير كتير من الأهالي، بس أنت قولوا لي هالبيان مشان نتناقش فيه. سيرجان، هذا هو الإمام. كيف مكانك؟ هذا أنت يا واطي. يوم الظهر كنت عند العقيد ابو شهاب. افتح. ايه افتح. خير؟ بدي العقيد ضروري. بس هو ماله هون. روح قل له ادهم بده اياك ضروري بسرعه. معناتها انت فوت وسكر باب البوايكيه لبين ما روح واندهله. يلا يلا. Et surtout que je voudrais bien une très bonne surveillance ici. À votre service, mon lieutenant. Allez, dégagez. والله لربي فيكم الحارات الشامية أتلعب. هاك مفتح يا ابني. هاك. ما حدا بيتحرك. وبتدمع عيونكم وفتح فمانين. كل ربع ساعة بدي أعمل كبسة عليكم للكلام. تبي. وهلا هو بالباقة عم يستناه وقال بده اياك بسرعة. روح اجمع لي كل الشباب وخلوني لاقولي على باب الحارة. أوام. أمرك. يا ابو علي حمدي كان بده يقتلني يا مختار. شو؟ هو اللي قلت لك عليه ادهم. حمدي غريمنا، هو دسات الحارة. مرنا خالي. الحجر بمحله انطار يا رجال. خليكم ناطريننا هون وجاهزين على الندى. تعال معي انت ورياض. امرك خالي. الله 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 الله. وما عرفت لوين اخذوه؟ على المغفر يا عقيل. متاكد يا ادهم؟ انا لاحقته من بعيد لبعيد لحتى فاتوا فيهم على المغفر. معتز مري خالي. تاخذ حصاني وبتطير لعند ابو حسن على الغوطه. بتقول له بيقول لك العقيد ابو شهاب فزع يا رجال. يا عيونك يا خال. ابو الروم مني عقيل. ما بتخلي قطعه سلاح مخبايه بالحاره اللي بتطلع. وبدي اياك تستنهض لي كل رجال الحاره على الندى. ابشر. فتحي! مور عقيد؟ طالع لي الباروتين اللي مخبايين جوا. بأمرك. شرفك يا ادهم. عيش. Thank you.
كلها الخاين والحشوب الرات الحارة. القصة كبرت كثير يا رجال، والسلاح وقت عازته بيعادل الروح، منشان هيك كل واحد يدير باله على سلاحه. خلي هي معك، ما بقى لا يصل أب حسن ورجاله. أنا مالي سلاح أكيد. سلاحك إنك تضل بعيادتك يا حكيم، وفهمك كفاية. أمرك عقيد، بالإذن. حكيم، مرني عمي أب حاتم. مرت عمك اليوم ولادي، خلي بالك معه، الله يرضى عليك. وإذا صار لي شيء العيال بأمانتك. ما هون يا عمي، قول يا رب. يا رب. خليل خليل، شو عصام؟ بعتزوا أبو حسن ورجاله وصلوا. خليل قولوا الله يا رجال. يلي بده يتحدى هي الحارة من قدم، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حدا. النظارة يا واطي. هات المفاتيح. اعتز. هات. شوفوا شغلكم خالي. امرك خالي. اعتز. اتركي يا اخي. هذا من حصي. خذوه واطلع لك. كوني شو الشباب. حسن. شبابك معيتك فك اسره. ولو يا ابو شهاب، هدول اولادنا. وصلت درك عديد. يا رب. يلا شباب حركوا بسرعه. يلا دكوه جوا. وانت يا ادهم، انا راح اضل هون بالحاره. اذا خلي هذا معك بفيدك. قول الله. Je vous donne un délai de 5 minutes pour ouvrir cette porte et vous rendre. معكم مهلة خمس دقائق لفتح هذا الباب وتسليم أنتم. Sinon j'ordonnerai l'artillerie de détruire complètement ce quartier sur votre tête. Lâche que vous êtes. وإلا سأعمل سلاح مدفعية بهد الحارة فوق رؤوسكم أيها الزبناء. الشام شامك، الشام شامك، ولوسة من ضامك يا أبو شهاب. ولوسة من ضامك يا أبو شهاب.
كابتن إليدوس، اعتقلوهم جميعا. الله أكبر يا رجال، الله أكبر يا رجال. يلي بحبك يا شام مو من شيمته الاستسلام، بدها مال المال بيحضر، بدها رجال الكل استنفر، وان ما كبرت ما رح تصغر، وحياة عيونك يا شام. Hey!